مشاهدينا في المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستعرض وإياكم أبرز ملامح الأحوال الجوية خلال فترة فصل هذا الخريف. فصل الخريف لهذا العام 2023 يبدأ تقريبا يوم السبت في 23 سبتمبر بإذن الله. وأهم التوقعات اللي بدها تكون في فصل هذا الخريف ونظرة عامة: فترات دافئة متوقعة ودرجات حرارة أعلى من المستويات العادية في معظم مناطق المملكة، أيضا تزايد تدريجي في وتيرة الأمطار وتشكل حالات عدم استقرار جوي بمشيئة الله في مناطق مختلفة من المملكة. أيضا تعتبر فرص السيول جيدة وأعلى من المعتاد هذا الخريف، وبالأخص في شهري نوفمبر وديسمبر. وبالتالي فالملامح اللي بتظهر في هذه الخارطة، هذا اللون يمثل إنه مؤشرات على وجود حالات خريفية متطرفة تؤدي إلى تشكل السيول، بتأثر على منطقة بلاد الشام، على شمال المملكة العربية السعودية وعلى غربها أيضا. وأيضا هناك هذا اللون الأحمر يمثل احترار مياه البحر العرب واحتمال نشاط عدة حالات مدارية. أيضا في شهر 11 و12 أو شهر نوفمبر وديسمبر ببلش مرتفع المرتفع السيبيري، وأحيانا تبدأ امتدادات وتصل إلى شمال الجزيرة العربية، وهو مصدر للكتل الهوائية الباردة والجافة، وهذا تقريبا دائم في فصل الشتاء في منطقة سيبيريا، وأحيانا يمتد باتجاه الجنوب باتجاه المنطقة. أيضا هناك اضطرابات جوية نشطة على فترات تقريبا في شمال إفريقيا، وأيضا هناك كتل هوائية باردة في شمال أوروبا قد تندفع أحيانا إلى شرق البحر المتوسط. وبالتالي فانحراف كميات الأمطار، بنلاحظ أن هذا اللون الأخضر، اللون الأخضر يمثل تقريبا أمطار أعلى من المعدل، وهو ما تمتاز به تقريبا معظم المناطق في المملكة العربية السعودية الشمالية والوسطى والغربية، وأيضا أجزاء كبيرة من الشرقية باستثناء بعض المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية بتكون تقريبا حول المعدل. وأيضا انحراف درجات الحرارة، بنلاحظ أنه في المناطق الشمالية وبعض الوسطى والشرقية بتكون درجات الحرارة حول معدلاتها، لكن في المناطق الغربية وبعض الوسطى أيضا والجنوبية بتكون درجات الحرارة أعلى من المعدل، وهذا يمثلها اللون الأحمر. أما الأبرز الحالات الجوية المتوقعة في شهر أكتوبر: تراجع تأثير المرتفع الجوي في طبقات الجو العليا على المملكة بشكل تدريجي، الأمر الذي يفتح المجال أمام تشكل حالات جوية خريفية الطابع. وأيضا درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية بنسب متفاوتة في معظم مناطق المملكة، وأيضا ترتفع فرص تشكل حالات جوية مدارية في بحر العرب. أما في شهر نوفمبر، نشاط واسع للحالات الجوية الماطرة على المملكة مع ارتفاع فرص تشكل السيول، هذا المتوقع في شهر نوفمبر. وأيضا حول درجات الحرارة، نتوقع أن تبقى درجات الحرارة حول إلى أعلى من المعتاد في معظم المناطق، وأيضا ترتفع بشكل إضافي فرص تشكل حالات جوية مدارية خاصة في بحر العرب. ديسمبر تستمر أو يستمر اندفاع بعض الأحواض العلوية الباردة نحو الجزيرة العربية من الشمال الغربي ومن منطقة باتجاه منطقة بلاد الشام باتجاه الجنوب وباتجاه شمال الجزيرة العربية والمملكة، وتشكل منخفضات جوية سطحية ونشوء حالات عدم استقرار جوي جبهوية الطابع، وأيضا ترتفع فرص الأمطار الرعدية وزخات البرد، وبالتالي يزيد هذا من احتمال تشكل السيول وجريان الأودية بمشيئة الله في مناطق عديدة. هذه هي الأحوال الجوية المتوقعة وأبرز الملامح تقريبا في فترة فصل الخريف لهذا العام. نرجو للجميع السلامة، شكرا للمتابعة، نترككم في أمان الله.